السلام عليكم. يوم الخميس اللي هو 3 ديسمبر 2020، تداول أصحاب المواقع التواصل الاجتماعي عن مشكل عويص ومؤسف أصاب عدد كبير من السيارات على طول الطريق من محطة خروبة إلى باب الزوار. وحسب تعليقات المتابعين، فإن السبب يعود لتعبئة المتضررين لسياراتهم بوقود مختلط بالماء تسبب في تعطيلها ودفعهم للتوقيف على الطريق لتجنب أي خطر محتمل. وطالب الضحايا هذه الحادثة من إدارة نافطال ضرورة التحقيق في القضية وتعويضهم ومعاقبة المتسببين في هذه الفضيحة. أخي المواطن الحاضر يبلغ الغائب باش الفائدة تعم الجميع، وأجركم على الله. سلام.